الأهلي اللي الذي لم يشأ أن يسكت رئيسه جعفر والي باشا في العشرينيات على خطأ يمس الروح الرياضية، هو النادي الأهلي اللي بيتكلم عنه الدكتور عبد المنعم سعيد عبر هذا النهر الطويل من الزمن عند محمود الخطيب عندما لا يسكت ومجلس إدارته على انتهاك الروح الرياضية في كلام لعيبة الأهلي على المنافس. كانوا متأكدين إن ده مش للنشر حتى ولو يعني بينهم وبين بعض. أنت فاهم المعنى؟ ولذلك عندما هنخش في الحمار والبردعة، لما قال انتوا سبتوا اللي قال وبتتكلموا في اللي نشر، ايوه لان الكلام ده ما كانش مقصود بيه النشر، ما كانش موجه لحد. ده ناس بتدردش زي اللي في البيوت بيدردشوا في كل حاجه وفي حدود الفاظ برضه لم تخدش الحقيقه العام، لكن اللي نشر هو اللي جرح المشاعر بالظبط. فهو ده اللي اتى بالفعل، يعني هو قال لهم انتوا سبتوا ده ومسكتوا في ده، لان ده لو ما نشرش ده مع خلصت الليل. فهو ده النادي الاهلي لما بيعتذر، بيعتذر عن انه لاعبته ومن يمثلوه وللذوق العام لم يراعوا الذوق العام ومبادئ الرياضه، انك ما ينفعش تتكلم على منافس خسر مباراه بالتقليل من شانه ولا ان تنكأ جراحه ايا كان بقى، حتى لو اللغه ما فيهاش تجاوز، حتى لو المساله لا هي فكره ازاي تحترم منافسك، ازاي تكسب بتواضع، ازاي وانت منتصر تراعي مشاعر الفريق الخاسر. هو ده المعنى يعني اللي دفع الاهلي انه يقول مش لاعبتي انا اللي يعمله ده. اللي عايز يقبل الاعتذار يقبله، وما يقبلوش ده حاجه تخصه، لان هو الاهلي ما اعتذرش لحد. الاهلي اعتذر عن تجاوز الروح الرياضيه في النشر يا استاذ ابراهيم. تاني الاعتذار لم يكن للنص بقدر ما كان للنشر. لان النص ممكن ما تلاقيش فيه حاجه الا اذا كان في حاجات اتمنتجت، انا ما اعرفش، لكن انا بتكلم ده كان هوا بصرف النظر بقى. ما هو يجوز اللي انا سمعته بعد الهوا حد ما انا بتكلم بتحفظ عشان اوصل لايه؟ للمعنى الحقيقي للاعتذار اللي احنا قدمناه. المعنى ان انت ما كان ينبغي ان ينشر مثل هذا الكلام، مش انا اللي عمل ده. قولا واحد. وايضا فكرتني بحاجه دي، كلمه الديمقراطيه، لأن أحيانا الناس تتكلم في الديمقراطية بشيء ملوش علاقة بالديمقراطية، إنما تستثمر في إنها تهز الذي يريد أن يمارس الديمقراطية. في الانتخابات زمان كنت صغير، أنا كان أبويا بينزل الانتخابات في الدائرة عندنا في كفر الدوار، كفر الزيات، كفر الزيات اللي انت ما عملتش فيها اكاديميه. اللي ما عملوش فيها اكاديميه، اللي انت ما عملتش، وهيكون لي موقف يعني. يعني فكان الفلاحين، انا فاكر كانوا يضربوا بعض ازاي، يجي يقول له ايه ده ديمقراطي. كلمه ديمقراطيه كانت جديده، مش عارفين يعني ايه. يقول له قلب الحق. يقول له ايوه ديمقراطي للدرجه دي. يقول له ديمقراطي. صحيح. طب اساله. هو ما قالوش يعني ايه ديمقراطية، انما حسسه ان دي حاجة مصيبة. فاما يجي الافندي بقى الديمقراطي ده جاي بقى يسألوه، قال بالحق يا بنت ديمقراطي؟ يقولوا له طبعا ديمقراطي. يروح بصي لبعض. مش قلت لك احمد لطفي السيد مش احد رواد التنوير في مصر اتضرب في الانتخابات دي كده عشان كلمة ديمقراطي دي. ما انا بقول لك قالوا عليه ديمقراطي، فيقول لك اقول لك طلع ديمقراطي زي ما بيقولوا. قال لك ما انتخبوش. المصطلحات في مكانها ومفهومها دي مهمة جدا. صحيح. معلش اسف على الخروج عن